نعم للإصلاحات السياسية، نعم لإصلاحات قانونية، لإصلاحات دستورية، لكن لا للإنقلابات. يعني ما حدث في عدن وإحنا عبرنا عن أسفنا لما حدث، وهذه عناصر مدسوسة دخلت معهم ملثمين قاموا بإطلاق النار وحرق الممتلكات في المنصورة والشيخ عثمان. الذي يريد أن يصل إلى كرسي السلطة مرة أخرى أتحدث، تعال اسلك سلوك حضاري وتعال عن طريق صناديق الاشتراك، سواء لانتخابات مجلس النواب أو الانتخابات